سعيد كنت من أول كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما ما تغاديو موعد جديد من برنامجكم صحة وسلامة فيه اليوم وفي سلسلة من الحلقات طيلة هذا الأسبوع اللي كتهم الصحة والسلامة ديال المرأة. فاحنا اليوم غادي نتكلموا على النظام الغذائي ديال الأمهات المرضعات. يمكن الكثير منا كيسمع على مواد غذائية اللي هي كتساعد المرأة وكتزيد الكمية ديال الحليب بطبيعة الحال فحال كانت أم مرضعة. كنسمعوا مثلا على الحلبة، كنسمعوا على بعض الأنواع ديال العجائن، كنسمعوا مثلا على المسمن، كنسمعوا على البغرير، كنسمعوا على الأمور كلها واش هي فعلا عندها دور فانها كتزيد الكميه ديال الحليب بالنسبه للامهات المرضعات. المرضعات طبعا ولا هي فقط امور اللي هي شائعه ولا اساس لها من الصحه. فهذه اليوم نقعد غادي نتوقفوا عندها ككل يوم خميس رفقه الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه الاستاذ محمد الحليمي. فمرحبا بكل اسئلتكم اللي كتعلق بموضوعنا اليوم. ارقامنا كالعاده على الاشاره 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 00 00. كيف ما يمكن لكم دائما تواصلوا معنا عن طريق رقم خاص برسائل اس ام اس واللي هو 50 80. ما تنساوش في اول الرساله ديالكم كتقوموا بكتابه كلمه صحه اس ا اش ا تخليوا فراغ صغير وتبعثوا بالسؤال ديالكم للرقم 50 80 8. على ميد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم. احنا في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه وقلنا طيله هذا الاسبوع اختيارنا كالمواضيع اللي كتهم الصحه والسلامه ديال المراه. اليوم غادي نتكلموا على النظام الغذائي الخاص بالامهات المرضعات رفقه الاخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه الاستاذ محمد الحليمي. فمرحبا بكل اسئلتكم 05 22 46 72 51 او 05 22 43 00 00. ما تنساوش تواصلوا معنا كذلك عن طريق رقم 50 80 في اول الرساله ديالكم ولا في اول اس ام اس. كتقوموا بكتابه كلمه صحه اس ا اش ا تخلوا فراغ وتبعثوا السؤال ديالكم للرقم 50 80 ومشيو مباشره عند الاستاذ محمد الحليمي هو معنا على الخط. صباح الخير واهلا بك استاذ محمد الحليمي. تحية لك أختي عفاف وتحية لفريق العمل وتحية للمستمعين الكرام ونتمنى الله إن شاء الله يربي الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. يا ربي إن شاء الله. وكنت منه كل صباح معك من كل يوم خميس يكون صباح صحة والسلامة كيف ما كتقولي للجميع إن شاء الله. إذا اليوم غادي نتكلموا على النظام الغذائي كيف ما شرنا الأستاذ محمد الحليمي اللي هو خاص بالأم المرضعة. ولكن إحنا قبل فبغينا نعرفوا كل مستمعات الكريمات كنقولوا أنه الغاية والغرض كذلك من برنامج صحة والسلامة نخليو كل أوفياء ديالنا يتعرفوا على الجسم ديالهم. فالأم خلال هذه المرحلة ديال الرضاعة الجسم ديالها اشنو كيوقع فيه يعني كيفاش كيكون؟ نعم اكيد بالنسبه تسمحوا لي بدوري انا نقدم واحد التحيه ديال الاحترام واجلال الامهات المغربيات وامهات العالم كاملين بهذه المناسبه ديالهم وكنتمنىهم ان شاء الله الصحه والسلامه ان شاء الله يا ربي. وهذا الشيء هذايا اكيد انه كاين الحمد لله في القران والسنه ديالنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال بان الجنه تحت اقدام الامهات وكنعرفوا حنا العمل ديالنا كامل من اجل هذه الجنه. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولخصها في هذه الجمله الجميله ولما الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا يعني ماشي غير الام كذلك الاب يعني لا الام ولا الاب ولا الام بالخصوص واحد البحر واحد المحيط ديال واحد الحنان خصنا نستغلوه ونحافظوا عليه لان ماشي غير يوم صراحه ماشي غير يوم خصو يكون 365 يوم احتراما لهذ الام ومهما اعطيناها ما غاديش نعطيوها المستحقات ديالها. وبالتالي انا بدوري كنقدم احترام والتقدير للامهات المغربيات وامهات العالم كامل لان الام كتبقى هي صمام الامان وضابط ايقاع بالنسبه للبيت ديالها في جميع النواحي ديالو. بالنسبه للرضاعه الطبيعيه وكما قلتي استاذه عفاف جميل جدا ان الام تعرف ماذا يحدث في الجسم ديالها لان بعض الدراسات مؤخرا تتحدث عن الرضاعه الطبيعيه واهميه الرضاعه الطبيعيه احنا صراحة لا يجب ان ننتظر حتى تجي الدراسات من اوروبا ومن امريكا مع العلم ان من زمان احنا عندنا مسألة الرضاعة الطبيعية هي موجودة اولا في القرآن والسنة يعني العماد ديال الدين ديالنا القرآن والسنة وهذا الشيء هذا كاين في القرآن الكريم لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس للصبي خير من لبن امه. اللبن مقصود به الحليب يعني ليس للصبي خير من لبن امه يعني يكفي هذه الجملة هذه. واخا كذلك الله سبحانه وتعالى لما قال في سورة البقرة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. شنو معنى أراد؟ يعني الإرادة. أراد أن يتم الرضاعة يعني الكنز وهذا الحق من حقوق الطفل اللي ما كاينش في الدستور كاينه في الدستور ديال الدين ديالنا كاينه في القران والسنه خاص نعطيو هذا الحق ديالو. الوغ بالنسبه لما الطفل كيتزاد عندنا اختيارين
ما كاينش لا ثالثة لهما. بالنسبة للأم هي غادي تختار تعطي لولدها واحد الكنز، هذاك الكنز اللي الجميل في الأمر أنه كيبقى معه طول الحياة سواء كان إيجابيا أو سلبيا. لما كتعطيه رضاعة طبيعية هذاك الكنز كيبقى معه طول الحياة. علاش؟ لأن غادي نشوفه في التركيبة الكيميائية والتركيبة البيولوجيه ديال 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 المكونات الحليب فيها اعجاز مستحيل مستحيل ان الانسان بالصناعه ديالو يوصل لخلق الله، لان الانسان يصنع والله يخلق. مستحيل ان نرى يوما الصناعه تضاهي الخلق، لا في الغذاء ولا في الطبيعه ولا في جميع مناحي الحياه. وبالتالي جسم المراه هو الجسم يفرز الحليب بالطبيعه. شوف سبحان الله سبحانه وتعالى، يعني حتى الناس الفقراء، لان كاينين الناس الفقراء خصنا نفكروا فيهم الوغ ما عندهمش القدره باش انهم يشريوا الحليب. يعني هذا الحليب اللي كاين دابا كيتباع، هادشي ما نهضروش على النواحي الاخرى اللي غادي نهضروا عليها، كنهضر على النواحي الاقتصاديه. الله سبحانه وتعالى عطى هذه البوسيبيليتي هذه. والجميل في الامر لانه ممكن اش كنلاحظوا كان من زمان كان الرضاعه لا تقتصر فقط على الام في حد ذاتها. يعني كي بعد الام مثلا عندها مشاكل كتعطي ولدها، كنسمعوا حنايا اخوه من الرضاعه. يعني هذه المساله كانت في قديم الزمن، ما عرفتش علاش ما بقاتش في هذا العصر هذا. المهم حنا بصفه عامه الرضاعه الطبيعيه لا وجود لذرائع او اسباب تمنع من التخلي عن هذه الخصله هذه لسببين اظن انهما مقنعين. السبب الاول هو ان كاين بعض الامهات اللي كيكون عندهم واحد مرض عقلي ما نقدروش نعطيهم هذاك الطفل انهم يرضعوه، ربما يكون اذيه لذاك الطفل. ثانيا كاين بعض الامهات اللي كياخذوا بعض الادويه، لان كنعرفوا حنا ما يصل الى معده الام يصل الى معده الرضيع، وبالتالي هنا ما نقدروش نعطيو هذا. من غير هذا الشيء هذا لا وجود عفاكم لهذه الاسباب وهذه الذرائع اللي ولينا كنهضروا عليها باش نتخلي على هذه الظاهره هذه. ومعلومات ان شاء الله نتمنى اليوم الا نسيت شي حاجه يفكروني المستمعين، لان معلومات كثيره خاطئه تتعلق بهذه المساله ديال الرضاعه الطبيعيه. الوغ ما يحدث في جسم المراه، شنو ماذا يحدث في جسم المراه؟ هو جسم معقد لكن حنا نحاولوا نبسطوه. الوغ الام لما ولا لا 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 كما كنقولوا لحن النافسه، لما كتحط المولود ديالها شنو كيوقع؟ للاسف كيكون بعد العمليات القيصريه الاسئله ديال واش البنج، لا البنج كيكون كما كنقولوا حنا التخدير كيكون نصفي، وبالتالي لا تاثير هذه المساله هذه. عفاكم اولا العمليه القيصريه علاش كنديروا هذه العمليه القيصريه؟ خص تكون ماشي سيزاريان، تكون باغ فوا باس. تيلا كان شي مشكل عاد نوصلوا، لان كاين بعض الناس اللي وصلوا غير الولاده عمليه قيصريه كتسولوا علاش هذه المراه عندها عمليه قيصريه؟ علاش؟ لان السؤال معروف والجواب معروف عفوا واخا. الوغ الجسم الام عندها هرمونات، كنعرفوا العمل الهرموني، هناك ما يسمى بالبرولاكتين والاوسيتوسين، هادو عباره عن هرمونات تتحكم في حليب الام. شنو معنات؟ عندنا يسمى بالغيترو كونترول. شنو هو الغيترو كونترول؟ هو ان الدماغ في علاقته مع هذه الهرمونات ومع الثدي كيوقع لنا افراز الحليب. معنات ان الثدي كيكون ممتلئ كيعطينا اشارات للدماغ بان الثدي راه ممتلئ. الوغ اول درس ناخذوه هو ان يجب افراغ الثدي، واخا لان المراه لما كتولد اولا يجب تحفيز الحليب ولا اللي غادي نشوفوا الحليب والمراحل ديالو. الوغ يجب تحفيز الحليب باش باعطاء الثدي للطفل. الوغ هذه المساله الاولى. المساله الثانيه استمراريه الحليب، لان الحليب خصنا نحفزوه خصنا نحافظوا عليه، هاد المحافظه ديالو بالبرولاكتين. الوغ شنو كيوقع؟ الام خصها تخوي الثدي ديالها. الوغ الا ما خوتش الثدي ديالها الثدي كيعطي اشاره للدماغ بانه مازال ممتلئ، ما كيتمش افراز البرولاكتين اللي هو هرمون ديال الحليب، وبالتالي ما كيت المراه كتقول لك انا ما عنديش الحليب. واخا من بعد واحد المده كتكون حتى الامهات اللي كيكونوا مثلا في السفر عمل ولا في السفر بعيد عن الرضع من اجل السبب ما الوغ نحاول شفط يكون الشفط ديال هذا الحليب هذا باش يخوانا الثدي ديالنا وديال الام وباش يولي عندنا افراز الحليب. الوغ هذا الشيء هذا كامل كنقولوه في ظل واحد التاكيد، وانا اقول واكرر عفاكم الام لا يجب تماما بدون سبب اي سبب ان تضيع هذا الكنز على الطفل ديالها. وغادي نشوفوا الاعتبارات لان كان بعد الاعتبارات غادي نصحوها اليوم ان شاء الله يا ربي. ونتمنى هذه تجيب في الاسئله وغادي نصحوها ان شاء الله ان شاء الله. نتواصلوا مع المستمع الكريم اللي سمحتي الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، وناخذ اول مكالمه معنا حنان من سطات. صباح الخير حنان.
عن صباح الخير اختي. مرحبا. الله يجزيكم بخير على البرنامج. شكرا جزيلا. شكرا لك حنان. مرحبا. الله يخليك. بغيت ندوي مع الاخصائي. عندي واحد السؤال مهم. مرحبا. نعم اختي. انا كان عندي فقر دم قبل ما نولد، ومن بعد فاش ولدت ولدي حتى وقت شفت انه عنده فقر دم، قال لي الطبيب انه راه ما داش ليه من عندي، ولكن انا ما عرفتش. المهم ان ولدي ما تيزادش في الوزن، دابا عنده عام وشهرين وعنده يلا 8 كيلو و600. نعم هنا خدا الحليب ديالك حنان؟ كان رضاعه طبيعيه؟ انا كنرضعه رضاعه طبيعيه من زاد. نعم. وكنحرص على انه زعما ملي حتى دخلت ليه التغذيه زعما التكميليه منوعه، كندير ليه الصوبه يوميا، كياكل فواكه، كياكل الياغورت، كياكل فخوماج، كل شيء زيت العود. وما عرفتش انا دابا شنو اللي خصني زعما ناكل انا دابا باش نحافظ على الحليب، حتى الحليب ولا عندي شويه ناقص. نعم. ما بقاش كيف من الاول، زعما كان التدي ديالي ديما عيط يدوز، دابا لا. واضح حنان، شكرا لك تواصلتي معنا. شكرا. شكرا. الله يجزيكم بخير. العفو. شكرا لك حنان. اذا نجاوبوا على السؤال ديال الاستاذ محمد الحليمي. نعم نعم. اولا تهانينا للاخت حنان لانها وصلت انها تربى هاد المده كامله. من جهه اخرى كنسمعوا واحد المقوله تقال ان الحليب هو غذاء كامل، ولكن ما كنكملوش المعلومه. الحليب هو غذاء كامل ولكن حليب الام. واخا حليب الام. علاش؟ لان الحليب هو فقير جدا من الحديد. علاش؟ لان اعجاز من عند الله سبحانه وتعالى. كنعرفوا علاش، لان الحليب غني بالكالسيوم، الكالسيوم يعيق امتصاص الحديد، وبالتالي حليب الام لا وجود فيه في الحديد، ما عنده، ما فيش الحديد. غادي يقول للمستمع الكريم هذا الحديد الرضيع ملي غيجيبو؟ انا كيجيبو من المخزون اللي يكون عنده جوسكا 6 mois، واخا حتى 6 شهور. الرضيع كيكون عنده مخزون من الفيغيتين، هذا الفورم، من الفورم ديال الحديد على شكل المدخرات، كيكون خداه. اسمح لي استاذ محمد الحلمي، كيكون خداه من الام تماما. نعم. كيكون خداه في الفتره ديال، لان الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الشيء اللي بغيت انا المستمع الكريم يعرفه. خلينا من الدراسات وداك الشيء الاخر كامل، احنا عندنا كتاب والسنه صافي. الو ما فرطنا في الكتاب من شيء. الحليب فيه الكالسيوم، الكالسيوم يعيق امتصاص الحديد، وبالتالي الحديد كيجيبو الطفل من المخزون ديالو. الو كذلك الفيتامين دي. الو في 6 mois كيتسالى هذا المخزون هذا. هادشي علاش كنقولوا حنا الامهات لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير، التنوع الغذائي يبدا من 6 اشهر، ماشي من 3 اشهر، ماشي من 4، ماشي من 5. عافاكم تذكروا هذه المساله، لان هذا من المعلومات الخاطئه او اول المعلومات الخاطئه. لا ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير، التغذيه ديال الطفل كتبدا من 6 اشهر، ماشي من 5 اشهر، ماشي من 4 اشهر، واخا لان الجهاز الهضمي ديال الطفل حتى 6 اشهر لا يجب تماما تماما، لا الويزا ولا هذه المسائل، هذا الشيء كامل لا يجب ان يتقبل اي غذاء من غير حليب الام، لان حليب الام يتطور بالسن الطفل ويتطور خلال نفس الرضاعه. شنو معنات؟ معنات ان الطفل من الولاده حتى ال 15 يوم الحليب يتغير، لا كومبوزيسيون ديالو كتبدل، المكونات ديالو كيتبدلوا. لما الطفل يبدا يرضع في الثدي ديال الام ديالو حتى نهايه الرضاعه يتغير. وهذه سبحان الله، هذا اعجاز، هذا اعجاز. الوغ بالنسبه للاخت تحدث على فقر الدم. الوغ فقر الدم جمله كبيره جدا. علاش؟ لان فقر الدم ممكن يكون عندنا نقص في الحديد، وحنا المشكله ديالنا المغاربه ما عندناش مشكل في الحديد ولا الكالسيوم ولا على العناصر، عندنا تنافسيه ديال العناصر غير غذائيه مع العناصر الغذائيه، لان ولينا كناخذوا مواد طبيعه كيميائيه تشبه الطبيعه الكيميائيه ديال العناصر المغذيه، يعني مواد مصنعه. الوغ مشكلتنا مغاربه تنافسيه هذه العناصر المغذيه مع العناصر غير المغذيه. الوغ حنا عندنا في الجسم، وهذا الشيء كنوصي انا الامهات الحوامل خصهم يعرفوا الحمل ديالهم وينظموا الغذاء ديالهم قبل 3 شهور. علاش؟ لان في 3 شهور الاولى يتكون الجهاز العصبي والنخاع الشوكي عند الطفل. واخا؟ الوغ في هذا التكون شنو خاصه تحتاج الام؟ كتحتاج لاسيد فوليك، حمض البي 9 ولا البي 9، وكتحتاج الفيتامين بي 12، وكتحتاج الحديد. الوغ
الناس اللي عندهم فقر الدم عندهم مشكل اما في نقص الحديد اما في امتصاص الحديد اما في فيتامين بي 12 ولا فيتامين بي 9 اللي هو لاسيد فوليك. علاش؟ لان النقص ديال لاسيد فوليك كيعطينا سكون ابل حنا واحد المرض في الجهاز العصبي يسمى سبينا بيفيدا. الوغ هذا المرض هذا ياتي من نقص هذا وبالتالي فقر الدم ربما يجي من النظام الغذائي واكيد انه كيجي من النظام الغذائي عفوا بالنسبه للطفل. الوغ بالنسبه للسن ديال الطفل في هذا السن هذا اكيد هنا في هذه المرحله ديال الاخت حنان هو غيكون نقص الحليب. علاش؟ لان ما كنخافوش حنا من هذه المرحله. علاش؟ لان كتكون لاليمونطاسيون ولات لاليمونطاسيون لاكتي يعني الانسان ولا الطفل ولا كياخذ الحليب ولا كياخذ الاغذيه الاخرى. ان شاء الله الا كانت فرصه غادي نتحدثوا على كل عمر وشنو ممكن اننا نعطيوه في المراحل العمريه ديال الطفل والطريقه ديالو باش يكون عنده واحد. لكن انا اهنئ الاخت واتمنى ان الامهات الاخرين يسيروا على الدرب اللي سارت عليه هذه الاخت حنان لان جيد جدا ان نوصل هذه الفتره هذه من الرضاعه وكتكون عزيمه لان في ظل هذه المسائل اللي ولينا كنعيشوا فيها وهذه الاشاعات اللي لان الصحه ديال الطفل احسن مشروع ممكن انك تستثمر فيه هو الاطفال. وبالتالي الا بغيتي تعطي للطفل ديالك اعطيه الرضاعه الطبيعيه. علاش؟ لان كنعرفوا الجسم عنده تكة عسكرية هي المناعة. ألوغ هاد المناعة كتبدا من اللحظات الأولى ديال الطفل. واخا كنعطيوه الليبا الكولوستروم. هاد الكولوستروم شنو فيه؟ فيه فعلا كيكون اللون ديالو مائل إلى الأصفرار. واخا فيه فيتامين أ، فيه بروتينات، فيه مضادات الأجسام والكريات البيضاء اللي كتعطي للطفل واحد المناعة. هاد المناعة غادي تبقى معاه طول الحياة. واخا تبقى معاه طول الحياه. والدراسات تؤكد الان ان الحليب المصنع ماشي الحليب ديال الام، الحليب المصنع فيه مواد تقتل البنكرية الخلايا البيطا ديال البنكرية. وبالتالي من بعد كيولي عندنا مرض السكري وهادشي كنلاحظوا. وانا شخصيا كنلاحظ اطفال يوميا للاسف، انا اتاسف كثيرا، كنلاحظ يوميا الاطفال ولا عندهم لا 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 مرض السكري من النوع الاول. واخا ولاو الاطفال ندخلوهم في هذه المعمعه ديال الانسولين وهاد المسائل هذا زعما حرام اننا نوصلوا لهذه المساله. وبالتالي عفاكم نداركوا الموقف ونركز على هذه المساله ديال الرضاعه الطبيعيه لان كنز ما يمكنش التعويض ديالو. نعم غنرجعوا لك مازال استاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه دائما في حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه وموضوعنا على النظام الغذائي الخاص بالامهات المرضعات. مرحبا بكل اسئلتكم 0522 46 72 50 51 او 52 او 0522 43 00 09 او عن طريق الرقم 5080 رقم من اجل التواصل معنا عن طريق رسائل اس ام اس. فاصل ونعود نواصل. بقوا معنا. خذ راحتك مع ميديتان واستفد من نصائح صحة وسلامة. ميديتان ديما راحتك. الرضاعة الطبيعية هي عادة صحية كتنعكس بكل ما هو إيجابي على صحة الأم والرضيع بحيث أنه كياخذ كل العناصر الغذائية اللي كيحتاجها في كل مرحلة معينة من العمر دياله لأن مكونات الحليب ديال الأم كتغير باش كتناسب كل مرحلة في عمر الرضيع وكذلك على صحة الأم بحيث أنها كتعطيها توازن في الوزن ديالها وحتى في نظامها الغذائي وبالتالي توازن على مستوى الصحة ديالها. نصيحتنا اليوم خاصة بكل الأمهات المرضعات كيف ما شار الأستاذ محمد الحليمي اللي هو أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. الحرص ديال كل أم على أنه في ديك الساعات الأولى من بعد الولادة تحرص على أنه الرضيع ديالها ياخد داك اللبا أو اللبا كيف ما كنسميه بالدارجة ديالنا هو مادة الكولوستروم اللي كتحتوي على واحد يعني كتقوي الجهاز ديال المناعة ديال الرضيع وبالتالي كتعطيه مناعة اللي كتبقى مصاحباه طيلة الحياة دياله. كذلك كنقولوا للأسف اليوم الإحصائيات كتشير لأنه الأمهات المرضعات في المغرب النسبة ديالهم ما كتفوتش فقط 15%. أملنا إن شاء الله مستقبلا ومع التوعية هي انه هاد النسبه تزيد لانه احنا في بلد كنقولوا طبعا بلد اللي هو اسلامي كيف ما شار يعني الاستاذ محمد الحليمي حتى القران والسنه كيحرص على انه الام تمنح داك الكنز اللي هو غالي بزاف للرضيع ديالها وكيف ما قلنا كيعطي مناعه كتصاحبه طيله الحياه ديالو. فيعني كنتاسفوا لما كنلقاو هذا الرقم ديال 15% فقط ديال الامهات المرضعات طبعا في المغرب او لا في مغربنا الحبيب. املنا كيف ما قلنا مستقبلا هاد النسبه انها تزيد. كانت هذه نصيحه اليوم. برنامجكم صحه وسلامه موضعنا كيف ما قلنا دائما على النظام الغذائي الخاص بالامهات المرضعات. ان شاء الله غادي نرجعوا نتواصلوا مع كل المستمعين الكرام. طيب نرجعوا عندك استاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه وخلينا نتكلموا هاد المره على بعض الامور اللي هي شائعه كنسمعوها ربما من الجدات ومن الامهات ديال مواد غذائيه اللي كتساعد يعني كتكون مدره للحليب بالنسبه للام المرضعه. نبداو بالحلبه. الحلبه واش فعلا كتلعب هذا الدور ولا لا؟ نعم
تماما. الحلبة سميت الحلبة لأنها تدير الحليب. نعم. يعني الاسم ديالها يعني أنها تدير الحليب. غير واحد المسألة المغاربة كيخافوا من ذاك الرائحة ديال الحلبة. هي الرائحة ديال الحلبة لما كتخرج من الجسم يصاحبها خروج السموم. والإنسان إذا كان كيستهلك الحلبة لمدة واحد 30-40 يوم ما كتبقاش هذيك الرائحة. هذه المسألة مؤكدة، ما كتبقاش هذيك الرائحة في جسم الإنسان. وهذه الحلبة موجودة في العديد من الأغذية المغربية. مثلا الرفيسة، الرفيسة أنا أتحدى الغرب أنه يجيبوا واحد القيمة غذائية بحال الرفيسة المغربية. يعني الرفيسة المغربية ولا السايكوك بالمفهوم الدارجة ديالنا، لا الرفيسة ولا السايكوك ولا الأغذية اللي كنا هضرنا عليها، أنا أتحدى أي نظام أنه يعطينا واحد قيمة غذائية بحال هذه المسائل هذه. أنا دائما أقول المغاربة عفاكم، مستقبل النظام الغذائي في المغرب يوجد في الماضي ديالنا. الوغ الى رجعنا للماضي ديالنا ما غاديش نرجعوا للفران ديال 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 العواد والفران ديال الحطب وهذه المساله هذه، لان كما كيقولوا بعض الاخوان راه احنا نتطور، لكن لا يجب ان نطور 100% الحياه اليوميه ديالنا وخاصه النظام الغذائي. فعلا عندنا شي حوايج اللي نقدروا نخليهم في في لاكويزين ديالنا، لكن مستقبل النظام الغذائي المغربي يوجد في الماضي ديالو. واخا الوغ هذه الرفيسه اللي فيها الاغذيه اللي عرفوا كلشي الامهات كيعرفوا المكونات ديال الرفيسه. نعم، واسمح لي كذلك استاذ هنا محمد الحليمي، كنعرفوا انه من بعد يعني للنفس فالغذاء ديالها اللي كيكون من بعد هو الرفيسه، فكنعرفوا انه كل بيت اللي كتكون فيه ديك يعني المراه اللي ولدات ولا حطت وضعات المولود ديالها فكتكون الرفيسه يعني على الاقل واحد 3 ولا 4 ديال الايام. الوغ هذه الرفيسه فعلا هذه الرفيسه شنو كيكون فيها؟ كيكون فيها اولا واحد العنصر مهم جدا هو الدجاج البلدي. الوغ الدجاج البلدي، وانا اقول للمستمعين الكرام، لان دائما في المحاضرات ديالي كتجيني هذا السؤال هذا وصححته مرارا وتكرارا. الدجاج البلدي الناس كيقول لك ربما كيرعى بطريقه غير جيده في الدجاج البلدي. حنا كنقولوا المغاربه عنده ذاك القنصه، هذيك القنصه ديالو ما كتخليش، لان الله سبحانه وتعالى اللي خلقه ماشي الانسان. لان الانسان مشى يسمي الدجاج البلدي بالهرمونات، الدجاج الاخر بالهرمونات. الوغ الله سبحانه وتعالى عطاه واحد القاعده وواحد وكل شيء موزون، وبالتالي الدجاج البلدي ما نخافوش منه صحيا. واخا ما نخافوش، غير هي كاينه بعض النصائح للانسان محمد سيدنا خدا الدجاج البلدي خليه على الاقل واحد المده بلا ماكله باش انه يحيد هذيك لي توكسين ديالو وديك السموم ديالو، لكن لا خوف على القيمه الغذائيه ولا بالنسبه للقيمه الغذائيه ديال الدجاج البلدي. مرق الدجاج البلدي نسبه عاليه من الحديد. شوف سبحان الله، الفطره ديال الانسان القديم شنو كانت، يعني حقائق علميه يؤكدها العلم الان، مع العلم ان هذه شحال من زمان. لان مثلا التلبينه، الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا التلبينه وجود الحليب ولا اللبن مع الشعير فيه تريبتوفان يؤثر على السيروتونين يحسن المزاج، وبالتالي قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا التلبينه لانها تذهب من بعض الحزن. تخيلوا الدجاج البلدي، المراه اللي كنقولوا حنا بالدارجه ديال النفسه لما كتولد الامهات وكانوا كيوجدوا لها يا الحمام يا الدجاج البلدي، كيعطيوها داك المرق ديالو. هذا المرق غني جدا بالحديد، وبالتالي المراه ما احوجها الى الحديد، لان كيكون فقدان واحد النسبه من الدم. هذه المساله ديال النسبه ديال الدم هي الله سبحانه وتعالى كيعطي واحد التوازن ما نخافوش منها، غير هي تكون بنسبه عاديه. يعني الفقدان ديال هذا الحديد كيعطينا لو فيغ. والامهات ولا الفتيات ديال اليوم عندنا ما يسمى بالدوره الشهريه. انا بالنسبه لي الا بغينا ما نعانيوش من المشاكل ديال الدوره الشهريه خصنا نرجعوا لهذا المرق ديال الدجاج البلدي، ماشي غير المراه نفسها، لان الدوره الشهريه عند الفتيات وعند الانسان بصفه عامه ما يسمى بالايام البيض. الايام البيض كيكون الانسان شويه مضطرب، علاش؟ لان كيكون عنده لي توكسين في الجسم ديالو، كيكون كان حتى الناس اللي كيديروا الحجامه كيمشيو في هذه الايام، هذه ايام بيض، علاش؟ لان كتكون عندنا سموم. وبالتالي المرق ديال الدجاج البلدي مرق جميل جدا وعاده جميله جدا. والرفيسه ما فيهاش غير المرق الدجاج البلدي، بعض المرق اللي كيدير فيها العدس، كيديروا التوابل، كيديروا الحلبه، كيديروا البصل وخاصة البصلة الحمراء. نعم، المسمن كذلك من الأساسيات ديال الرفيسة. تماما، وأستاذ محمد الحليمي، نعم. واش كذلك هو كيلعب هذا الدور ديال كيساعد الأم المرضعة في إدرار الحليب؟
نعم، واحد المسألة بغيت نصححها، هو بالنسبة للمستمعين الكرام، لا وجود لغذاء ينقص الوزن، لا وجود لغذاء يعني يصحح ولا يعالج مرض السكري، ولا وجود لغذاء يدير الحليب. هذه المسألة ديال الانزلاقات نحو واحد الوصفات، عفاكم ما نبقاوش لأننا نهضروا واقعيين. الجسم خاصو نظام، ما خاصوش غذاء، خاصو نظام. يعني أي حمية، أي معلومة سمعناها بأن هذه تشفي هذا، يعني هذا الغذاء يشفي هذا المرض، ولا هذا الغذاء ينقص الوزن، هذه مسألة خاطئة من الأساس. علاش؟ لأن الجسم خاصو نظام. فعلا كاين بعض الأغذية التي تدير الحليب، لكن في تناسق مع بعضياتها. لأن مثلا نعطي مثال، الإنسان مهما خذ الحلبة، إذا ما خداش نسبة عالية من الماء، نسبة جيدة من الماء، والأمهات كينسيو الماء، وديما كنقولوا حنا بالماء يبان العطشان، ديما الإنسان يحط القرعة ديال الماء حداه في الدار، لأن بعض المرة كنقولوا حنا بالدارجة ديالنا كنعكزوا أننا نضل، لأن الماء يسمى بالتغذية المنسية، لأن كنساوها بزاف. وبالتالي الأم مهما خدات من نظام غذائي، إذا ما خداتش نسبة عالية من الماء، لأن الحليب بالنسبة تقريبا 90% ولا 88% نسبة من الماء، وبالتالي لما كانش الماء بشكل جيد وجعلنا من الماء كل شيء حي. كذلك الأغذية الأخرى، ماشي غير بالنسبة للحليب، بالنسبة للنظام، الناس اللي كيتبعوا حميات ديال إنقاص الوزن كيقول لك خذ مثلا الكمون، خذ الزنجبيل، خذ الشاي، هذه عفاكم استسمح، هذه خذ زعبيلات في علم التغذية. علم التغذية هو نظام، يجب أن نرتكز على نظام. المرأة الحاملة بغت تزيد في الحليب ديالها خص يكون عندها نظام. شنو هو هذا النظام؟ تأخذ فاكهتين في اليوم بمعدات حصتين في اليوم، فاكهتين في اليوم بجميع الأنواع ديالها، وتكون فاكهة موسمية، لأن احنا الشعب المغربي عندنا بلد فلاحي، نأخذ الفواكه ديالنا، واخا ماشي ضروري ناخذوا لي فروي اكزوتيك ونمشيو نقلبوا عليهم وناخذهم باثمنه عاليه. الحمد لله كاين البرتقال، كاين الموز، كاين الاغذيه اللي هي ديالنا، ناخذوا الاغذيه اللي هي ديالنا، منها نشجعوا الاقتصاد ديالنا، ومنها نحسنوا الصحه ديالنا. ناخذوا 5 ديال الحصص في الخضر من اليوم، يعني 5 الحصص من الخضر في اليوم. شنو معناتها 5 الحصص؟ 5 الانواع باش نبسطوا. شرب الماء، كذلك المكسرات والتمر، يعني التمر والزبيب والشريحه. الوغ الام إلا خدات هاد العناصر هادو اكيد انه غادي تزاد عندها الحليب. طيب نمشيو، سمح لي استاذ محمد الحميد، انه كثير من الاتصالات كتسنى باش نجاوبوا عليها. ناخذ سناء معنا من العاصمه الرباط، وان شاء الله نرجعوا باش نكملوا طبعا الحديث ديالنا. مرحبا بك سناء. السلام عليكم اختي عافاك. وعليكم السلام ورحمه الله سناء. اختي عافاك بغيت نسول الطبيب الله يخليك، هو اخصائي في التغذيه الاستاذ محمد الحليمي. مرحبا. يا اختي انا يلاه ولدت هذه تقريبا شهرين. نعم. وكيقولوا لي الناس يعني شربي بالبوله، كلي رغايف، سردي بحال دابا في الفران امشوي. وكيقولوا لي حاولي تبعدي من الحار. نعم. يعني الحار كيقول لي ما تبقاش تاكليه بزاف، يقدر يدوز لك في الحليب. انت كتاخذي الحار بزاف يا سناء؟ كناكلو شويه. كناكلو. نعم. الحار هكذا كتاخذيه هريسه ولا بليزه؟ لا غير هريسه، لا كناكلو هريسه مع في الماكله في الطاجين وصافي. نعم. وبغيت نسول الاستاذ، واش الحلبه واش يمكن ناكلها في دابا ولا لا؟ نعم. حيت بزاف ديال الناس كيقول لي ما غتستافديش منها دابا، ما عرفتش بالضبط شنو هو. نجاوبك ان شاء الله يا سناء، شكرا لك تواصلتي معنا من الرباط. ناخذ السؤال ديال منى من الناظور ونرجعوا باش نجاوبوا على سناء. مرحبا بك منى. منى صباح الخير. صباح الخير اختي. مرحبا بك. ربي يخليك شكرا. مرحبا منى، شنو سؤالك؟ سؤالي هو بغيت نسمع على بحال دابا التغذيه اللي بالنسبه للرضاعه، هو دابا قال على الفواكه الموسميه بحال دابا الليمون وداك الشيء اللي كليتو كيدير ليه كاز لا ليا لا للبنيته. نعم. بغيت نعرف زعما التغذيه اللي نتابع باش يكون زعما حليب ما يوجعهاش، كتوجع بزاف. نعم. وكندير ليها رضاعه في الليل، بغيت نعرف ديك الرضاعه واش صحيه ولا نحيدها، حيت ملي كندير ليها ديك الرضاعه داك كرشها كتقاد شي شويه ما كتبقاش توجع. نعم. كتاخذها عندها رضعه وحده في الليل، هي اللي كتعودي بها في الحليب الاصطناعي، رضعه وحده غير وحده. كندير 60 ما كتكملهاش تقريبا، مره تكملها مره ما تكملهاش. نعم. عافاك علاش كتعطي هذه الرضعه مادام كترضعيها انت في النهار كامل وفي الليل كتعطيها الرضعه؟ علاش؟ انا تي الحليب غير الحليب ديالي كيولي كتولي كرشها كدوز بزاف وكتوجع، كتولي كتوجع. نعم. نجاوبك ان شاء الله منى، شكرا لك توصلتي معنا. نعم منى مازال عندك شي سؤال؟ للاسف نقطع مع الاتصال. طيب نجاوبوا على السؤال الاول ديال سناء من الرباط. استاذ محمد الحليمي سولات، قالت بزاف ديال الناس كينصحوها بالبلبوله، بالرغايف، بالسردين اللي هو مشوي، وكيقول لها تفادى الحار، فاحنا عرفنا منها انها كتعمل الهريسه في الطاجين.
نعم، اولا مبروك للامهات كاملين بالمواليد الجدد ديالهم، نتمنوا ان شاء الله انهم يعطيونا رجالات المغرب اللي غادي يحتاجهم البلد ديالنا يا ربي ان شاء الله. يا رب. بالنسبه نعم نصائح، بعد مره النصائح كثرت النصائح خلاتنا، لكن هذو نصائح جيده، يعني مادام السمك من غير انه يكون مقلي السمك جيد، يعني فيه كنز من الكنوز من هالاوميغا 3 والاوميغا 3، لانه واحد مساله النفسيه ديال الام، الطفل حساس للنفسيه ديال الام، واخا الطفل كيكون حساس جدا للنفسيه ديال الام، والام ما خصهاش تكون معصبه ومقلقه باش تكون كترضع ولدها، لان الطفل كيحس بهذه المساله. هذه من جهه اخرى. الجهه الثانيه الامهات شحال من واحد كيصحابوا التغذيه ديال الطفل فقط التغذيه ديال المعده ديال الطفل، هذه مساله خاطئه، لان الرضاعة الطبيعية عندها أبعاد ماشي غير بعد واحد، لأن مهما هضرنا عليه أنا متأكد إلا خدينا خمسة الحلقات ما غاديش نستوفيو الحق ديال هذا الكنز هذا. طيب غنرجعوا مازال أستاذ محمد الحليمي، وإن شاء الله غير في نقط اللي هي أساسية ومهمة اليوم باش نوصلوا المعلومة لكل المستمعين الكرام. وموضوعنا اليوم دائما على النظام الغذائي الخاص بالأمهات المرضعات، غادي نبقاو مع فاصل أنا باش نوصلوا حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة رفقة الأخصائي التغذية الصحية والحمية العلاجية الأستاذ محمد الحليمي. طيب كنا توقفنا أستاذ محمد الحليمي عند سؤال سناء من الرباط، قلت بالنسبة للنصائح ديال السردين مثلا هو مشوي ففيه عناصر اللي هي غذائية مهمة بزاف ويحتاج الأم المرضعة. أنا بغيت اللي ترني بزاف المكالمة ديال سناء هو ديك الهريسة اللي دائما كتعمل في الطاجين داك الحار. نعم أكيد بالنسبة للحار الحار بغيت نعرف انا بغيت المستمع كما يعرفوا بان الحار جيد جدا، هو ابيريتيف كيف حنا لاطي فيه واحد البرانسيب اكتيف يسمى الكابسيكوم، هذاك هو اللي كيعطينا داك المذاق اللاذع ديال. واحد المعلومه بغيت نصحها انا المستمعين الكرام، لما كيكون عندنا الحار ونشربوا الماء ما كيكونش واحد المفعول جيد، علاش؟ لان هذه الماده هي دائبه في الدهون ماشي في الماء، وبالتالي لو بغينا نقصم داك الحده ديال الحراره الا كان واحد الخطا في المذاق ناخذ مثلا الحليب ولا المواد الدهنيه، لان المواد الدهنيه هي اللي كتحيد مع داك الكابسيكوم اللي كيعطينا داك المذاق. الوغ بالنسبه للامهات المرضعات، فعلا امهات المرضعات خصهم يبعدوا على الحار، ماشي غير الحار، الاغذيه اللي كتمرنا وكتبدلنا المذاق ديال الحار والثومه. الوغ الثوم كذلك من الاغذيه اللي الا لاحظتوا في القضيه ديال الرفيسه، الناس الرفيسه الاصليه راه ما كتكونش فيها الثومه، علاش؟ هذا الشيء انا كنقول انا عجيب جدا هاد الناس اللي كان كيجيبوا هاد المعلومات هذه، مع العلم انهم ما قراوش في هذا المجال وما تخصصوش في هذا المجال، ولا مشينا شفنا الاجداد ديالنا كيعطيونا شي نصائح اكثر فعاليه من بعض الاخصائيين اللي كنلاحظوهم واللي كيعطيوهم بعض النصائح اللي هي خارج عن الاطار الاكاديمي. الوغ بالنسبه للسمك المشوي من غير انه يكون مقلي جيد جدا، علاش؟ لان فيه مواد عجيبه جدا. البلبوله كذلك جيده جدا، إلان جيد جدا، وما احوج المراه المرضع الإلان، لان الناس ديما كيقولوا من زمان هذه مساله جيده، حتى هي من زمان فاش كيكون شي واحد كيدير شي عمليه مثلا وكيكون عنده واحد الكسر كيقولوا له خذ إلان جيد جدا، بالنسبه للمعلومه صحيحه تماما. يعني هذه المعلومات هذو انا تفرحني بعض المرات، غير المعلومات اللي كتجي من الاصاله ديالنا، من الاصاله فيها معلومات جيده، ولكن انا بشرط الامهات المرضعات عافاكم ما يكونش عندنا انزلاقات لواحد الوصفات، لان الوصفات وبعض الوصفات ديال الاعشاب وبعض الوصفات وخاصه المواد تفقد الجسم الماء، والمراه المرضع ما احوجها الى الماء، وعندها حاجيات كبيره جدا للماء، لان الماء هو الاساس بالنسبه للحليب ديال الام. نعم. نجاوبوا كذلك على السؤال ديال المنى من الناظور بالنسبه لدوك الالام الاوجاع اللي كيكونوا على مستوى البطن ديال البنيته. نعم. ديالها فهي. نعم. قالت راه الحليب ديالها هو اللي فيه المشكل، ولما كتاخذ رضعه وحده في الليل ديال الحليب الاصطناعي ما كيكونش هذا المشكل. نعم، معمر الحليب ديال الام فيه مشكله. على بالنسبه للام اذا كانت كتكون تغذيه جيده ما كتاخذش شي ادويه، ولا كانت كتاخذ الادويه تفاشر مع الطبيب ديالها باش يقول لها واش ترضع ولا ما ترضعش، في غياب هذه المسائل هذه ما كاينش شي مشكل في الحليب. الوغ بالنسبه لي غاز عند الاطفال، مساله عاديه لي غاز بواحد النسبه ماشي مبالغ فيها، علاش؟ لان الحليب عندنا ما يسمى باللاكتوز، اللاكتوز هو حليب، هو سكر الحليب. الوغ الحليب ديال الطفل كتكون عندنا فيرمونتاسيون يعني تخمر، ودائما التخمر يعطينا غازات، واخا دائما التخمر يعطينا غازات. الوغ كتكون عندنا بعض المرات بالنسبه لي غاز عند الاطفال ديالنا، لكن ما نخافوش من هذه المساله، هذه المساله كتزول من بعد. هذه من جهه. من جهه ثانيه كاين بعض الامهات اللي كيكون الطفل بالنسبه للثدي ديال الام ما كياخذش الثدي بطريقه صحيه، لان هذه المساله مهمه جدا. عافاكم القابلات واللي ساج فام والاطباء نشرحوا للمراه
كيفاش تعطي للطفل ديالها بطريقه صحيه التدي ديالها. علاش؟ لان اولا كاين بعض المرات كيكون مشكل في التدي، كاين بعض الادوات التي تباع في الصيدليات باش يكون التدي يوصل للفم ديال الطفل، هذه من جهه. من جهه ثانيه الوضعيه مهمه جدا. الوغ الا ما كانتش الوضعيه جيده، وهذا اخطاء ترتكب كثيرا وكثيرا، الطفل كياخذ الهواء، كنلاحظوا الطفل انه كياخذ الهواء في مع الحليب ديالو، وهنا من الاسباب ديال لي غاز. الوغ دائما نسولوا عافاكم على الوضعيه الصحيحه ديال الثدي. واحد المساله مهمه جدا بالنسبه ننساهاش، الامهات عافاكم ملي تبداو الرضاعه الطبيعيه نساليوها من الثدي الواحد. انا نشرح، الوغ البدايه والنهايه في الحليب هي تختلف، يعني تختلف، ما بقاليش الوقت باش نهضر على المكونات ديال الحليب على بالنسبه للاعمار، لكن هذه المساله بغيت نركز عليها. البدايه ديال الرضاعه في نفس الثدي كتكون عباره عن بروتينات، كتكون نسبه عاليه من الماء لانك باش نرويو الطفل، وكتكون مواد ديال القيت. في النهايه ديال الرضاعه كتكون احماض دهنيه غنيه بالدهنيات. علاش؟ لان شوف الله سبحانه وتعالى الاعجاز، كيعطي للطفل ذاك الدهنيات، والطبيعه البشريه كتشبع دغيا بالدهنيات، الله كيعطي هذاك الدهنيات باش انه كيشبع دغيا. وبالتالي تنكملوا الرضاعه من واحد الثدي عاد ننتقلوا للثدي الاخر، لان هذه المساله مهمه جدا وكاينين الناس اللي كيغفلوها في قديم الزمان. وهذه المساله يلا العلم لقاها، احنا عندنا في قديم الزمان، قديم الزمان كانت ابو عبد الله عليه السلام كان قال لام اسحاق، قال يا ام اسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما، يعني من كليهما يكون احدهما طعاما والاخر شراب. واخا يعني نكملوا الرضاعه من الثدي الاول، لما يخوى الثدي عاد نعطيو الثدي الثاني. دائما يكون بيناتهم باش تكون عندنا واحد الرضاعه كيفيه، لان دائما اقول النظام الغذائي ماشي فيه غير النوعيه، الكميه والنوعيه والكيفيه والطريقه والمكان، حتى المكان الناس كانوا يوصيوا بالرضاعه. لان انا شفت واحد الصوره جميله جدا في واحد البرلمان اوروبي ديال واحد المراه في البرلمان كترضع ولدها، بالفعل يعني واحد المنظر جميل جدا. شوف تخيل ان الاوروبا ولاو كيعطيونا رسائل، ولاو كيعطيونا دي ميساج، مع العلم ان هذا الشيء كاين في القران ديالنا وخداوه من القران والسنه ديالنا، وكاين علماء تشهروا في اوروبا وفي امريكا. علاش؟ لانه خداو ايه صغيره وشرحوها. علم التغذيه يلخص في نصف ايه في القران الكريم، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه نصف ايه خداوها علماء وتشهروا وشرحوها، وهي موجوده في القران وتلخص علم التغذية بجميع التفاصيل ديالو. نعم، حنا ما سخيناش بك استاذ محمد الحليمي، لانه في كل حلقة من طبعا برنامج صحة وسلامة في كل يوم خميس كناخذ منك الكثير من المعلومات. آخر سؤال ولا سمحتي بسرعة. نعم. يعني في ثواني معدودة، الأمهات الكثير منهم تواصلوا معنا عن طريق رقم 5080 كيقولوا شنو السر في أنه كل مرة بعد مرة الأم كترضع كتحس بديك السخفة. هذيك ماشي سخفة، هذيك إعجاز من عند الله سبحانه وتعالى، هذيك كيعطيها الله سبحانه وتعالى الام والطفل باش انا. لان اقول دائما من الطفل نعطيوه يرضع على حساب لا دوموند ديالو، على حساب الطلب ديالو، يقدر يكون 24 ساعه نعطيه 12 مره، ما يكونش عندنا روتين، ما ندخلوش الطفل في روتين. هذه مساله مهمه جدا، هذيك مساله عاديه. علاش؟ لان الام خصها تنعس مع الطفل ديالها، وديما كنقولوا احنا الام تنعس مع الطفل ديالها، لان الطفل كينوض بزاف في الليل. وهذه الوغ هذيك مساله عاديه، ليست مساله غير عاديه، المساله عفاكم عقلوا عليها كما كنقولوا بالدارجه ديالنا، مساله عاديه. الله سبحانه وتعالى كيعطيها هذاك عمل هرموني باش انها هذاك لو كالم اللي كيكون فيها، وحتى الطفل باش انه يكون النوم. وكنعرفوا الام المرضع كتعاني من 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 مساله ديال النوم دائما. عافاكم، تهلاو في الامهات، هو بحر من الحنان، وتذكروا دائما ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقايه خير من العلاج. شكرا لك الاستاذ محمد الحليمي، اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. احنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، موعد جديد ان شاء الله غادي يجمعنا معكم في حلقه الغد دائما على الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. الى اللقاء.